من آلاف البشر يا زول من آلاف البشر يا زول من آلاف البشر يا زول من آلاف البشر من طبقة ضحكة على الظروف لا كل عزم ولا بدر يا زول من آلاف البشر يا زول من آلاف البشر عفستك الرجل انكلس عفستك الرجل انكلس عفستك الرجل انكلس عفستك الرجل انكلس الفلس يا زول من آلاف البشر يا زول من آلاف البشر من طبقة ضحكة على الظروف لا كل عزم ولا بدر يا زول من آلاف البشر يا زول من آلاف البشر عفاست انت المقدرة عفاست انت المقدرة عاني ظروفك واكهرة عاني ظروفك واكهرة اوعك تفرط في العيال واوعك تخاف من المرأة يا زول من آلاف البشر يا زول من آلاف البشر شوفي يا عباس دي قروشي صرفتي حاجات الصندوق كويس انت هتشيلي تعمل بيها شنو تشتري بيها خدار تفرشي جمله دي الرغية انا فاهمه اي حاجه اوكي جدا شوفي يا عديله انا اصلا والتجار وارسل التجاره دي كابل عن كابل كويس ما مشكله بس اعرف حاجه انه القروش دي اخر قروش عندنا عشان كده استثمرها صح ابشري ابشري شوفي يا عباس البغالة دي حقت قريبنا وزول ما شاء الله بغالته مليانة فل بعدها هو انت بس تشيت حيلك لا ان شاء الله انا حشيت حيلي انا طبعا يا صادق انه انا يعني المسألة بتاعت التجارة دي اصلا وارثها كابر عن كابر عن ابن كابر خلاص عرفنا كلامك دي ما صرف الصندوق يا عباس اعمل حسابك عباس ما تخزني مع قريبنا يلا قوم راح استني اديني ليو مرحب مرحب يا عاطف مرحب يا اخي انا جاي ساكن جديد يا اخي ما عارف الوصف زي الناس لكن على العموم الوصف واضح تنزل من نظرة شارع ترابي اول عمارة ناسية دي عمارتي انا طوالي خير سلام السلام عليكم يا مرحبا مرحبا وسهلا مبارك فيك الحمد لله يا الله يبارك الله يكرمك يا سلام والله الله يبارك فيك الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان شاء الله البلد دي ترحب بك يعني الله يبارك فيك قلت جيت اهم حاجه حاجاتي تكون هنا متوفره انا ما بحب اشتري حاجاتي من كم حته كده نوفر لك كل الطلبات بتاعتك ان شاء الله انا جيت من اجل الناس الناس محتاجه يا اخي عندك دفتر بتاع ديون عندك في ناس هنا داير منهم حسابات كده لا لكن انا بس لا ما تخاف ما تخاف والله انا ما قاعد يعني انا داير اسدده داير اسدد الدين انا الكلام ده بيني وبينك اديني دفتر ايوه الدفتر بتاع ديون الناس اديني كراسه ديون اديني ليو ايوه طيب تمام ده انا بعد اشوف يعني الاجمالي كله بتاع الدفتر ده هاحرقه عمل خير عمل خير الله يبارك فيك الله يكرمك ده عمل خير والله الله يكرمك الله يكرمك عندكم جوالات بتاعت سكر صغيره كبيره اعمل لي 5 شوالات بتاعت سكر كبيره 12 شكيره صغيره في زيت اديني 13 جركانة صغيرة وأربع جركانات كبار حاضر حاضر أربعة الشاي ده خدت لي حكاية بتاع 8 9 12 رطل كده كويس أيوة وفي لبن اللبن أي في اديني اللبن تعال تعال اتزاتك معي تعال حاضر شوف اللبن ده أنا داير يعني كمية العربية طوالي
طوال العربية، العربية طوال. شنو يا عباس يا اخي؟ يا عباس والله والله احترنا ذاته نعمل معك. شنو يا عباس يا اخي؟ يا اخي انت بتبالغ والله، شنو سويته ده؟ ما هو شوف اقول لك حاجه صادق، انا الحقيقه الزول ده يعني مجرد ما قال لي يا اخي انا داير اقدم الحاجه دي انسانيا، قال لي يا اخي انا داير اعمل حاجات انسانيه، اديني الدفتر ده الديون بتاعته كلها بتاعت الناس دي، قال لي انا داير ادفعها، قام حرق الدفتر. حرق الدفتر؟ اي ما داري سلم القروش؟ لا لا ما هو اقول لك حاجه، بعد ما حرق الدفتر وشال البضاعه يعني شال حاجات كثيره جدا، وقام قال لي يا اخي انا داير اكون قريب لكم هنا ده، وان شاء الله حاجاتي كلها تكون موجوده عندكم هنا، عشان انا داير اشيل حاجاتي الثانيه كلها من هنا ده، قام شال الحاجات بتاعته كلها. بتعرف بيته؟ اي مسكني معه العمارة. عمارة؟ اي عمارة، بيت عمارة عنده عمارته. اروح عليه وهسه في عمارته والله يستر يا عباس قدامي، اروح عليه في عمارته. خبش ليلنا يا حلالنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا. يا شباب. الله يسلمك. كيف الأحوال؟ الله يكون ألف حبايبي. الله يسلمك فيك. ده هو؟ ده الزول؟ يسلمك. لا لا ده ما الزول. لا حرام. جايين احنا في الحقيقة جعفر فيه؟ جعفر منو ده؟ جعفر جعفر سيد العمارة. جعفر سيد العمارة؟ أيوة. لا لا ده ما سيد العمارة دي؟ أيوة نعم. لا لا ما جعفر يا. ها؟ عباس. ها؟ أنت البضاعة ديتها منو بالضبط كده؟ ما أنت قلت الجنة لي. جعفر عمارة منو؟ عمارة منو دي؟ ما جعفر سيد العمارة دي. كيف يعني يا عباس؟ سيد جعفر جاب البضاعة دي خدتها هنا ده وقال لي العمارة بتاعته هنا. لا لا اخي ده ما جعفر ده اساسا والله انا ما بعرفه، جاني هنا خدت لي البضاعه وقال لي في بتاع دفار بيجي يستلمها منك وبعدين اداني حقه وحاسبني فات. دي مع عمارته؟ لا لا يا اخي دي مع عمارته. انت ما بتفرز جعفر من الصافي يا اخي. شنو جعفر يا اخي؟ يا اخي انت مالك ذول عجيب كده يا اخي. ده عمارته ولا ما عمارته؟ ما عمارته قال لك ده عمارته الصافي. والله يا صافي بتصدق يا عباس؟ هذا عباس لا اله الا الله. والله يا صافي يا سلهي. لا 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 عباس لا عمارته انا شنو؟ بالراحه انا الصافي. بالراحه بالراحه الصافي. بالراحه الصافي يا عباس. بتعرفه ولا ما بتعرفه يا عباس؟ بتكتب ولا الناس يا اخي ذنبك يا عباس؟ لا حول ولا قوه الا بالله يا عباس. الصافي وينو؟ الصافي لا حول ولا قوه الا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. الصافي الصافي يا عباس. يا اخوان عباس الصافي يا زول. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا. اسمعني يا عباس، اسمعني يا عباس. لا اله